بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكية والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. نتوجه إلى الله بقراءة زيارة وارث، سائلين من الله استجابة الدعاء ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى
وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يتفضل الآن الشاعر أبو محمد المياحي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم.
الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه أبا الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أصحاب السماحة، الحضور الكريم، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب المولى أبي عبد الله سلام الله عليه، وصه للطبيب وقالهم عزلوه لأن يحمل مرض ساري وممنوع الزيارة وخطر خط على الباب، بشمع أحمر إجوني وشمعوا داري وكتبوا لافتة ورسموا شعار الموت وعلى بابي تنصب مرشد وقاري، وحتى اسم منع ما ينذكر للناس ويجلدون كل من جابه بالطاري، وظليت بعزلتي وبيش أسلي الروح ورافقت الدموع وعبرتي وناري، وصفيت أخذ دواهم غصبا على الروح ومكروه الدواء لو يصبح إجباري، وسألت من طبيبي الوالدة فد يوم ويا هل تسمع بقلب الوالدة داري، قالت يا الطبيب أقسم عليك شبي بوليدي الوحيد الصايرش جاري، قالها اللي يحب ابنك قالها اللي يحب قالها ابنك ترى يحمل عشق ممنوع ولهذا العشق برويحته شاري، قلت له شيح فهمني يا دكتور حتى ندعي خلص الخالق الباري، قال هاللي يحب ابنك ابوه معروف اش ما خبرك بزوده مقصر اخباري، وامه تنصب السيدة على النسوان وكوثرها عذب يوم الحشر جاري، واخو بحر الكرم موصوف للخطار يقول افرح لو ان هزيت خطاري، وجد اشرف بشر من صلب ادم صار واسرى العرش ربه وقبله من ساري، عرفت اللي يحب ابنك وبي مفتون وحيرني بغرامه وشتت افكاري، قالت يا الطبيب مروتك سميه شو اسم اللي يحبه وليدي لو داري، قالها بكربلة منه ذبح عطشان ومنه اللي ثلاثة أيام ظل عاري، ومنه اللي توصف كعبة العشاق والطوفة تحبه بليل ونهاري، قالت لش قلت هذا الوصف لحسين إذا لحسين حب ارتفع مقداري، عسى ما طاب من هذا المرض للموت وعسى هذا المرض الناس ضل ساري، وعساك بهالمرض تنصاب يا دكتور وعساك تصير شيع وتشكر الباري. وسألون إش كثر نهواك وشنه السبب من الهج دايم بطرواك، شنو سر المحبة لبيك والما يجي بجسمه بقلبه يتعناك، ردنا نقيس حبنا بكل مرار الموت، شفنا الموت سيارة محبة وشوق للي يهواك، ذبينا العواطف قلنا ونعاديك ردنا نصيح نكره صح نحبيناك، ذبينا العواطف قلنا ونعاديك ردنا نصيح نكره صح نحبيناك، قلنا نجرب النسيان بلشي يصير، نسينا نشمها والله وانت شميناك، حرنا وياك شنسميك شناديك، حرنا وياك نقرأ الكون كله ونفتهم معنا، بس لما نجيلك ليش نتهجاك، يصير الله وكيل على العشق خلاك، يصير الباري ما سوى الخلق لولاك، يصير الضوى لعيون النبي سواك، حرنا وياك سمع عنك سمعنا وصار بينا جنون، شي يصير الوضع يا حسين لو شفناك، يا غايب هل علينا القلب حمى الغيظ وعيون تحبك ليك منتظرة، يا غايب ما نخبرك باللي بينا يصير والمثلك شلون بحالنا نخبره، ما عدنا ذنب من حاربتنا الناس كل ذنب اللي عدنا نوالي للعترة،
صار أكبر ذنب حبكم يا مهدي اليوم، والحبكم يا غايب حاير بعمره. رد يا ابن الحسن، خلي العيون الشوبة حتى ترتاح من ليل انتظارك لو ضحك فجرة. يا غايب من ترد بس طلب عدنا وياك، يا غايب من ترد بس طلب عدنا وياك، أو كل شيء الطلب يا سيدي محضرة. ما نطلب رفاه وعيشة الزنقين، ولا نطلب تداوي جروحنا الكثرة، بس نقسم عليك برقبة العطشان وبنحر الرضيع وزينب الحرة. إذا توصل مدينة جدك المختار دلينا على قبر الطاهرة الزهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. على محبة الزهراء ثانيا تؤجرون. هدية لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ثالثا بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لما انسى زينب بعد الخدر حائرة، سلام الله عليها، لما انسى زينب بعد الخدر حائرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، يا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا علي يا أبا الحسن، كل إنسان في شدة وين يتجه؟ للنجف. يا أبا الغوث أغثنا، يا علي أدركنا، إذا مت فادفني إلى جنب حيدر،
أبي شبر أنعم به وشبيري، فعار على صاحب الحمى وهو في الحمى إذا ظل في البيدى عقال بعيري. تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا 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 والدي حكمت فينا رعايانا، يا 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 وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن المحامي الحسين والكفيل أخاها، فغاب عنا المحامي والكفيل، فما يان يحمي حمانا ومن يرعى يتايا. عفية عفية، يشترك بالعزاء على الحسين عليه السلام. يا يا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، يا وإن تنفس وجه الصبح أبدا، يا أنا قم يا علي، فما هذا القعود؟ قم يا علي فما هذا القعود، وما يا عهدي تغض على الأقدام أجفا، علامة ما تنهض يا الغايب. أبو صالح سيدي، الخطاب إليك اليوم والتعزية هاي إليك سيدي، وأكيد تسمع صوتي أكيدا. أقول لسيدي علامة علامة ما تنهض يا الغايب، والله علامة علامة علامة، يا وعلي من دمدم عيني، والله علامة يا الأثر بمتون عماتك، على يا ما بضرب سياط زجر وجور وميه، يا بضرب صياد زجر وجاي، يا شل هالوادي معليكم يا اشراف العرب يا مجاد، خلوكم جثث بالباير منكم كل قبر ببلايا، يا وصل مصطفى بيكم سووا عكس مارات، يا هو الما قضى بالسم كبدا مرض وتخذى، يا حتى الطفل ما يسلم، والعريس من عدكم دم النحر متحني، مصيبتكم يا هل هالبيت من عدها يشيب الراس، صدق والله مصيبتكم يا هل هالبيت من عدها يشيب الراس، خلت شتل هذا نقول عادة وجرت عند الناس، لكن هالجثث بالخيل هايب يا شرع تنداس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ورد عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام قال: ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. استكمالا لليلة أمس وربطا معه، هذا التصريح كان من قبل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في آخر ساعاته في معرض النصح والتشخيص. الإمام الحسين كان في مقام النصح والتشخيص لأعدائه، هم في مقام النصح لهم هم في مقام تشخيص الخلل الذي أودى بهم أن يقفوا هذا الموقف. وشدة دقة الإمام الحسين سلام الله عليه في تشخيص الخلل ينفعنا كثيرا، ويمكن أن ينتفع به المؤمنون إن شاء الله. أول خلل ذكر ليلة أمس، أول خلل عند القوم الذي جرأهم على فعل الأعمال القبيحة وأعظم أعمال القبح هي التعدي على الإمام، التجاوز على الإمام، الوقوف بوجه الإمام سلام الله عليه، هو تنصلهم عن الدين. الدين عبارة عن منظومة، مجموعة من الأحكام المحكمة التي تقود الإنسان إلى كل خير وتدفعه عن ساحة الشر وعن ساحة التهمة. الدين يقود الحياة، الدين هو سائس للحياة. أصلاً الحياة من دون الدين ما تركب. لا يمكن للفرد الإنسان المؤمن الذي ينشد رضا الله تبارك وتعالى أن يعيش من دون الدين، ركن ركين في شخصية الإنسان المؤمن الدين. وذكرنا أول حاجز اقتحم على سيد الشهداء ولم يراعوه القوم هو أنهم اتخذوا الدين ظاهراً وتنصلوا عن محتوى الدين وعن التمسك بمحتواه. في يوم عاشر من المحرم كانت صلاة قد أقيمت في عرصات كربلاء لجيش عمر بن سعد، إلا أنها صلاة جوفاء خالية من المحتوى. وعجب لعمر بن سعد يصف الصفوف للصلاة ويتجه إلى القبلة ويسبغ وضوءه، ولم يعرف أن بعد قليل سيذبح القبلة، قبلة المسلمين. أي ازدواجية في هكذا شخصية؟ هذا أنموذج عمر بن سعد، نموذج للذي تخلى عن الدين جوهرا وتمسك به ظاهرا. لا ينفع، الدين مو طقوس، الدين مبدأ يقوم عليه الإنسان، مجموعة مبادئ يعتقد بها الإنسان وهي التي تحركه باتجاه الأعمال. هذه العقبة الأولى جماعة اقتحموها، إن لم يكن لكم دين، ويردعكم عن اقتراف المعاصي والذنوب والأعمال القبيحة، وكنتم لا تخافون المعاد. هذا حاجز ثاني ذكر الإمام الحسين عليه السلام، يجب أن يكون خوف المعاد حاجز للإنسان المؤمن عن ارتكاب الأعمال القبيحة والعياذ بالله. شلون ممكن أن يكون خوف المعاد حاجز؟ ممكن أبا عبد الله تفتح لنا هالدرر هذه؟ خوف المعاد يقوم على ثلاثة محاور حتى يكون حاجز عن الردع وعن الدفع عن الأعمال القبيحة. أولا الإيمان بالرحيل، أن تؤمن حقيقة بأنك راحل. أكو فرد حديث شفته اليوم في الكافي الجزء الثاني عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول له الإمام للسكوني، يقول له: ما من يقين قد خلقه الله تبارك وتعالى قد شيب بالشك، يقين قد شيب بالشك كما في الموت. الموت يقين واقع، كلنا احنا نؤمن بأن الموت حقيقة، لكن مدى قناعتنا بأننا على رحيل؟ مدى قناعة الإنسان المؤمن بأنه على رحيل؟
لا الفكرة تكمل. أما الحقيقة واضحة بأننا على رحيل، على سفر، لكن مدى قناعة الفرد المؤمن بأنه على رحيل؟ أيها الإخوة الأعزاء، القناعات لابد أن تترجم إلى أفعال. أن يقتنع الإنسان بأنه راحل لابد أن يكون عمله باتجاه قناعاته، باتجاه قناعاته. فأول ركن ركين لكي يكون المعاد رادعا أن تذعن حقيقة بأنك راحل. هو ليش أكو فائدة بكثرة تكرار ذكر الموت؟ أكو عندنا روايات، حاولوا أن تكثروا من ذكر الموت. أكو هيك معنا روايات، اذكروا هادم اللذات عن النبي ومفرق الجماعات، عجبت لمن يغفل عن ذكر الموت. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول، ليش هالتأكيد؟ ليش يريدنا الإمام والنبي والشريعة دائما نذكر الموت؟ ليش؟ أكو فرد مغزى، فرد معنى من هذا المعنى؟ بلي، أول معنى كثرة ذكر الموت تجعل الدنيا نصب عينيك كما هي. الإنسان الغافل الذي لا يذكر الموت ويتحاشى ذكر الموت ينبهر بالدنيا كثيرا، يصيب حالة غرور بالدنيا وبما حوله. كلما أكثر الإنسان ذكر الموت كلما كانت الدنيا بعينه حقيقة تتضح على مكانها وعلى حقيقتها. فائدة ثانية من ذكر الموت أن تكون الأعمال منسجمة مع الرحيل ومع الفراق. أعمال الإنسان يجب أن تكون منسجمة تمام الانسجام مع ذكر الموت ومع حقيقة الموت. هذا معنى أول. المعنى الثاني أن يكون المعاد حاجزاً ودافعاً عن ذكر الموت أن تعتقد بأنك بحالة المراقبة. شوفوا أيها الإخوة الأكارم، نحن في الدنيا علينا مجموعة أنظمة مراقبة. أول شيء الإنسان يراقب نفسه، قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. الوقاية لا تكون إلا عن طريق المراقبة، تراقب نفسك، أفعالك، تحركاتك، كلماتك، تصرفاتك، همومك، في حالة مراقبة إنسان يراقب نفسه. الملائكة تراقب الناس، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. رقيب يعني شنو؟ يعني مراقب، مسلط عليك، مطلع عليك، مراقب. لا يتصور الإنسان المؤمن أنه إذا ما يصير تحت الضوء، ضوء الشمس، هو ما مراقب. مراقبة من النفس أكو، مراقبة من الملائكة موجودة، مراقبة من المجتمع، وأعظم مراقبة مراقبة المجتمع. لابد للمجتمع إذا رصد حالة خلل أو خطأ تلوح في أفقه لابد أن يقف في وجهها. من وسائل الضبط الاجتماعي الرقابة الاجتماعية. مجتمع يرى ظاهرة لا تنسجم مع الذوق العام، لا تنسجم مع الفطرة، لا تنسجم مع الذوق العام للمؤمنين عموما، المجتمع في دوره الرقابي أن يقف ويرفع صوته باتجاه تلك الظاهرة. الرقابة من الله تبارك وتعالى، إني معكما أسمع وأرى. فإذا كل وسائل الرقابة تدفع بالإنسان أن يسلك طريق الحق. هذا عنصر ثاني مهم. والعنصر الثالث أيضا المهم الذي يؤلف حالة المعاد يكون رادعا، هو أن يكون الإنسان يستحضر يوما بعد آخر أنه ملاق الله تبارك وتعالى في يوم الحساب. فالتقرير طلع عن أحد المتفوقين في الجامعات الأمريكية، وأخذ المركز الأول في الجامعة الأمريكية. سألوه قلوا له شون حصلت على هالمعنى هذا؟ قال لهم، لم يغب يوم الامتحان عن بالي طيلة أيام السنة. يومية أقول الامتحان، ورقة الامتحان، وأسئلة الامتحان، وشلون أجاوب بالامتحان، وش راح أخذ بالامتحان، وش راح تجي أسئلة الامتحان. الإنسان يعيش حال هم الشجاع هو الذي يعيش هم مستقبله، ما يعيش الماضي ولا ينشغل بالحاضر، يعيش هم مستقبله. إحنا مستقبلنا إلى أين؟ وين متجهين؟ شئنا أم أبينا إلى أين نتجه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ذاك هو
مستقبل الحقيقي هو ذاك. فكل أفعال الإنسان وحركاته وإمكاناته تتجه نحو ذلك الهدف، شاء أم أبى، شاء أم أبى. سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان قد وضع الموت نصب عينيه، مو بس هو، أيضا أصحابه أهل بيته. أتخطر الإمام زين العابدين عليه السلام من عبيد الله ابن زياد، قال له خذوه فاضربوا عنقه. الإمام جاوبه، قال له أبي الموت تهددني؟ موت سهل، هذا هو الانتقال، هذا هو الوضع الطبيعي للحياة أن نتيجتها الموت. أبي الموت تهددني؟ واحد آخر يقول أن القتل لنا عادة، كرامتنا من الله. ونفس زين العابدين في المدينة يقول له إن القتل يا أبا حمزة، إن القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة. نحن طيلة أيام عمرنا نعمل للموت، هسا نتيجة الموت الروح بعد، نغسل والروح بعد للموت. هكذا كان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ينظرون إلى الموت حالة انتقال إلى ما قدموا. وهكذا يجب أن نكون في جوهم وفي مجالسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السيدة زينب عليها السلام في مجلس ذلك الطاغية لما وقعت على الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ابن زياد يقول له يا لله وللرحم، ودت أن تقتل دونه. قالت يا ابن زياد ارحم غربتنا، يكفيك ما سفكت من دمائنا. الله أكبر. اليوم أريد أذكر فرد معنى مصيبة، أسألكم الدعاء. أذكر مصيبة الأكبر سلام الله عليه، هذا اللي جرح قلب الحسين عليه السلام وأثر في قلب أبي عبد الله، أول شهيد من آل أبي طالب. يقولون قبل بالنجف إذا يريدوا لهم فرد يوم يقرأ عشرة أولى من محرم ينتخبوا لهم فد شاعر، يو عبود غفلة، يو الفتلاوي عبد الأمير، يو غيره، فيروحون يأخذون منه أشعار ويرتبوها عشرة محرم يقروها أيام التعزية. واحد من الروزخونية ما حصل هاي القراية، هذا المعنى ما حصل أبيات، فبقى في حزن في كآبة. المهم بالرؤيا رأى أمير المؤمنين سلام الله عليه، شيخ فلان شنو القضية؟ قال له والله سيدي ما حصلت فرد شيء، هذا فرد شعر على الأكبر ما حصلت. قال له لا، تروح الشيخ محمد علي النصار الله يرحمه، الشيخ محمد علي النصار عين من عيون النجف رحمة الله عليه، هم عالم هم شاعر. مولانا طرق الباب على الشيخ محمد علي بالليل، طلع على الشيخ، تفضلوا مولانا، قال له أنا أحتاج الأبيات، أبيات على الأكبر. الشيخ محمد علي أسقط ما في يده، سالت الدموع على خده، قال له من اللي أرسلك إلي؟ قال له اللي كتبت له الأبيات هو اللي أرسلني. هاي القضية، اللي كتبت له الأبيات هو اللي أرسل إلي وأرسلك إلي. على العموم أخذ الأبيات، كأنه شيخ محمد علي الله يرحمه كان معهم اللي مطلع الأبيات النصارية بالأكبر. يا ويلي من تلاقى وعند الوداع، شابك طول لمن هو للقاع، هو ابن اللي بي والأبو لا على وليده، يا ويلي وداع لك شر يا ابو يشقالت من الطبر روحك. الله اكبر. الله لا يقسم لك هيش موقف تقف على ولدك العزيز مثل ما لوعه الحسين عليه السلام. اذكر بالنجف يما كنا اول بدايه الروحه، واحد من طلاب الباكستانيين الله يذكره بالخير هسات راح الى باكستان، قال مولانا انا اتمنى فرد شيء واحد. قلت له شنو تتمنى؟ قال اتمنى يصير عندي فرد ولد عمره 18 سنه، وهذا الولد يموت في حياتي حتى أحس بلوعة الحسين على فقد ولده. الله أكبر يا أبا عبد الله، الله أكبر، لله در قلبك أبا عبد الله، شنو هالقلب الواسع سيدي. وقف علي الأكبر أمام الحسين عليه السلام، قال أبا أذن لي بعد أن سمع الحسين ينادي، ألا هل من ناصر ينصرنا لوجه الله. رأيتكم حاضرين عند الحسين عليه السلام، رأيتكم حاضرين عند الحسين والسمعون النصرة، ألا هل من ناصر ينصرنا لوجه الله. قام علي الأكبر أبا فداك نفسي،
الحسين ما أذن له، لكن عرف الأكبر أنه قد أذن له. شلون عرف؟ تعانقا في باب الخيمة إلى أن أغمي عليهما. يا ويلي من تلاقى وعند الوداع يا عم شاب قطول لما هو وللقى. هو ابن اللي بي والابو لا على وليد. يا ويلي وداع الاقشر. راح علي الاكبر يقاتل في الميدان، انا علي بن الحسين بن علي، انعم واكرم سيدي. نحن وبيت الله أولى بالنبي، الله لا يحكم فينا ابن الدعي. ما زال يقاتل قتال الأبطال. ليلى تنظر إلى وجه الحسين، فجأة وإذا وجه الحسين تغير. الإمام الحسين وجهه تغير. ليلى، أبا عبد الله أصيب ولدي بسوء؟ قالها لا يا ليلى، لكن برز إليه من يخاف منه عليه. وإني سمعت رسول الله يقول دعاء الأم مستجاب في حق ولدها. ويا طبت إلى الخيمة هاي ليلى. شنو دعاء؟ اسمع رحم الله والديك، اسمع دعاء هاي الأم، أم الشهداء. صاحت: إلهي بعطش أبي عبد الله. شلون قسم عظيم على الله هذا! إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بصبر أبي عبد الله، اردد علي ولدي علي. يا بطبتي الخيمة الغريبة، وتوسلت لله يا بحبيبة، بالحسين وش ما بي مصيبة. يا بياراد يوسف من مغيب اليعقوب ومسجش النحيب، أريدك علي سالم تجيب. الله استجاب دعاء هاي الأم الطاهرة. رجع علي الأكبر يحمل رأس بكر بن غانم. أبا حسين الجائزة، هذا عدو الله بين يدي، أريد جائزة أبا عبد الله. شنو جائزتك ولدي علي؟ بويا شربة مية الجبدي، أتقوى ورد للقوم وحدي، يقل الماء يا ابني مني أنا أجيب. ما هو قلبي مثل قلبك لهيبة، يا ابني مواعي أيدك جريبة. روح ودع أمك ليلى. دخل داخل الخيمة، وجد أمه مغمى عليها، جلس عندها ودعها، ثم انطلق. ودع ليلى وانطلق إلى الميدان، بقى عين الحسين عليه تراقبه. غاص الأكبر في لهوات الحرب، أبدى بسالة علوية تموج الخيل من يجبل عليها. تقول الخيل أبو الحسنين بيها، ذب هذا ورا وذاك لديها، ومساميها ورمح يلحق الفر. عقب ما شرق الهامات والطاس، اجت ضربة العبد على الراس. ضعف وتواردوا بسيوف الناس، شبق على المهر ويالي والمهر فر. شبق على المهر لبالا يوديه، لبوه حسين عن القوم يحميه، أثار المهر للعدوان رد بيه. وشباه بموسط العسكر، شنو اللي صار؟ يا بدارة وبالسيوف عليه وزان، مثل شتال سبع المات فرحان، عسب عيد البلا ولية العدوان. ذالي وبالمعايب دوم تفخر، جاءه الحسين عليه السلام كالليث المنقض على فريسته. جلس عنده، صار يمسح الدم والتراب عن وجهه. بويا يا علي يا فتشة العين، يا نبو يا صباب الضايا،
بعدك ويا أنا أبوك عد راسك حسين. الحسين عليه السلام وجد الأكبر فيه رمق الحياة، مرة الأكبر يبتسم مرة يبكي، قال له ولدي الأكبر ما الذي جرى؟ ساعة تبتسم ساعة بكاء. قال أبا يا حسين هذه جدتي فاطمة قد حضرت، إن شاء الله حضرت الزهراء بمجلسنا إن شاء الله، هذه جدتي الزهراء قد حضرت وهي تنظر إليك، أنا فرحان بحضورها لكن اللي يبكيني هي تنظر إليك، كلما رأت دمعة من عينك لطمت وجايا ويا شلون ما تبكي الزكية، قطع يا ابن الدهر وصلك علي، ما هو جدك وجدتك هي. بل الأكبر لم يستطع الحسين حمله، وين مولانا وين الحسين؟ نادى يا بني هاشم هلموا واحملوا عليا، ورفع علي الأكبر والحسين يمشي خلف جنازة ولده، شالوه 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 الهواشم للصواوين وهو يبكي، وعلى ابن شابح العين طلع الزينب وباجي النساوين، تخمش خدودها وعلى الوجه تلطم. الحسين وضع الأكبر في فسطاط الشهداء وجلس عنده هو وأمه ليلى من جهة والحسين من جهة والأكبر بالوسط. صاح ولدنا ولدنا بعد لا أقدر أتقرب، الله يساعدك أبا عبد الله، قل له ولدنا يا 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 وطقنا الدهر بسهامة. أريد ويا الحسين، ولدنا ولدنا يقلها راح يا ليلى، ولدنا أنا وياك خل ننصب عزية، يا أنا وياك خل ننصي يا بعزية. يا شيعه تصوروا حالي يوم طحت من مهري، يا شيعة تصور حالي يوم طحيت من مهري. شلون طحت حسين يابا من مهري، على وجه طحت للقاح ودم من جبهتي يجري، على وجهي على وجهي طحت للقاع ودم من جبهتي يجري، على حر الرمل مطروح ودم يجري على عيني، لحظة ولن اجت حرمة بعبايتها تغطيني، قلت زينب اجت ثاري هاي امك تحاجيني، يا بتحاجيني حزينة وراسها تخلي شيعة على صدري. بعد سوت فاطمة
يقول نامت يمع التربان وتخضب شيبها بدمي، قلت لها جتنا الخيل قوم بساع من يمي. قالت يا ابن ريد الخيل تسحق جسمك وجسمي، يا بو جسمي وري يعد الشمر من قبلك بسيفين قطع نحري. قالت على الخيل على الخيل على الخيل عفت البشر وعتابي، عفت البشر واعتاب على الخيل على الخيل داست خل وعلى الحب. يا على الخيل يمه 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 صحت يا بالحسن وينك يا بوينك، على الخيل على الخيل ترى ما خلت ضلع لابن الزكي. اجت الزهراء يا رأت مولاتي زينب، ها يمه زينب ها عزيزة قلب زينب، بيا لحظة كنت عند الحسين شنو آخر لحظة عند الحسين؟ قالت يمه شنت يمه بوقت لما الشمر كان على صدره ويصيح حسين عطشان، يا بعد شايان أنا درت وجهي وصحت وانا العدنان عدنان بهذا الوقت عازتهم الخوان. من بعيد الصدوة تعاين علي وصيحا يا شمر خايب دخلي، وصيحا شمر خايب دخلي. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد فقام وصلى عليه. يا الله يا حسين ومصاب يا حسين ومصاب يا حسين ومصاب شوي بعيد علي يا حسين ومصاب ولجل العين ستجاب. يبو يا جواب صوتك ها. ولجل العين ستجاب. هلا 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 عمي. ولجل العين ستجاب. وزينبتي وين وتنادي أبا وخويا ويا روحي الهادي، أبا وزينبتي وين وتنادي أبا وخويا ويا روحي الهادي.
يا الله ويا حسين يا ذشرك بطرف لساني أبا ويا حسين يا ذشرك بطرف لساني وحاشاك لين يوم الوعد تنساني أبا وانا اعتقادي بدفترك عنواني هلا هلا أبا وناجح حيل صار بدفترك عنوانا أبا وابن أمي وإصبح حيني أبا وخويا الدار ما ذيني وابن أمي وإصبعي عيني أبا وخويا الدار ما جزاكم الله خير الجزاء الله يحفظكم إن شاء الله موفقين لكل خير بهذه الأيام يوصل ضعن الحسين إلى الكوفة يأخذونهم للكوفة فهذا خولي اسمه يأخذ رأس الحسين ويبيت رأس الحسين بتنور من الطين لذلك يقول ها يا تنور الطين لا تجرح راس حسين ها يا تنور الطين لا تجرح راس حسين بالك لا تلشم نحره يوقع قلب امه الزهره بالك لا تلشم نحره يوقع قلب امه الزهره لا تجرح راس حسين لا تجرح راس حسين فدوا اروح لكم هيا تنور الطين لا تجرح راس حسين هيا تنور الطين لا تجرح راس حسين بالك لا تلشم نحره يوقع قلب ام الزهره بالك لا تلشم نحره يوقع قلب ام الزهره لا تجرح راس حسين لا تجرح هيا تنور الطين هيا تنور نور الطين لا تجرح راس حسين هايات راس حسين بالك لا تلشم نحره يوقع قلب ام الزهره بالك لا تلشم نحره الزهرة لا تجرح راس حسين لا هيا تنور الطين هيا تنور الطين لا تجرح راس هيا تنور الطين بالك لا تلشم بالك لا تلشم نحره يوقع قلب ام الزهره بالك الجارة لا تجرح راس حسين لا
يلا شباب ارفع ايدك. هايات النور الطين لا تجرح را هايات النور هايات بالك لا تلشم بالك لا تلشم نحري يا قعقل يا زهرة بالك لا تلشم نحري يا قعقل بم الزهرة لا تجرح راس حسين لا تجرح هايات النور الطين لا تجرح راس حسين هايات النور الطين بالك لا تلشم بالك لا تلشم نحره يوقع قلب ام الزهره بالك لا تلشم نحره يوقع قلب لا تجرح راس حسين لا تجرح ايات النور خبرك زين واسمع هاي لي حجاية ايات النور خبرك زين واسمع هاي لحجاية بالك هذا راس حسين ماتي وما شرب ماي ماتي ما شرب زكيه هناك بالطاف سوتي قراية وبشف النبي إبراهيم خياط لي العزراية وهاجر هالليلة نوح دم تبكي على المذبوح هاجر هالليلة نوح دم تبكي توقع لو شافت صدره ويوقع قلب أمه لا تجرح راس حسين لا هايات النور الطين هايات لا تجرح راس حسين هايات إيه شباب صوتك للحسين بالك لا تلشم نحري يوقع قلب أمه بالك لا تلشم نحري لا تجرح راس حسين برد قلبك المجموع واخمد كل الحرور من حر الشمس هالراس حتى اشفى فما فطور حتى اشفى فما اولى دمنا حرر يطيح صير الدم مقارور وتبارك بدم حسين ضم بقلبك وزوره ضم بقلبك
زوره ولو شفت الدم يفور اقرا زياره عاشور لو شفت الدم يفور اقرا زياره عاشور واذكر كم مره بمره يوقع قلب موز واذكر كم مره بمره مزاره لا تجرح راس حسين خادم الحسين عباس فاضل الكندي ادفن كل رمادي البيك وانثور دمعك بروده برمادي الخيام هالراس حتى عيون ممرود دقق بالملامح زين وشوف ايش بيهني خدود لسب خد دمع عباس ظل وريحة زنود ظل وريحة زنود دقق بعيونه وشوف جود وبيرغ وجفوف دقق بعيونه وشوف جود وبيرغ وجفوف ما بين عيون الحمرة يوقع قلب مزارة ما بين عيون الحمرة لا تجرح راس حسين إيه لا تجرح راس حسين وسع حضرتك لحسين وبالك تخنق جروحك هم شايف بشار بالخيل خنقه ومهجته وروحه وهم شايف بشار مذبوح بس عيونه مفتوح هم شايف بشار مذبوح بس عيونه مفتوح ما غمض هليلي نار عنا على اختم شبوح عنا على اختم يلا بالك تجرح هالراس تلجم قلب العباس بالك تجرح هالراس صدق لو وقعت شعره يوقع قلب مزاره صدق لو وقعت شعره يوقع قلب ملزارة لا تجرح راس حسين راس حسين لا تجرح راس حسين لا تجرح يلا يا اطلع من لا طم وادخل لا طم ثاني اطلع من لا طم وادخل لا طم ثاني وادق على الظلع بس حيل اذاني وادق على الظلع بس
شحل اني ايد على الضلوع وامشي محنية وافتار من حسين الحسين وافتر بويا وافتار من عيني والحسين يا الرايد تجيني وتسأل علي على باب الحسين يا تلقاني على باب الحسين يا بكل مجلس عزا تلقاني متحيرة يدي على الضلوع وايد على السطرة يدي على الضلوع وايد على الخطيب شعني لون عقرة وانا صوت النواعي جحزاني وانا صوت النواعي جحزاني ومظلوم يا سيدي محظوم الله يا مظلوم يا سيدي محظوم يا والرادون يقرأوا عيني سجابة والرادو يود يقرأوا عيني سجابة أشم عطر الخدم من ريحة الثيابة أشم عطر الخدم من ريحة آيان أحب ليق رأي حسين ومصابة أحب ليق رأي حسين ومصابة وهنياله على المذبوح بتشاني وهنياله على المذبوح يا أحب كل من يصيح بصوت يا زينب أحب كل من يصيح بصوت يا أنب ومأجور الخدمنا وقال ما أتعب أحب كل من على راعي العالم ينحب ومأجور اللي ذيب عباس واساني ومأجور اللي ذيب عباس يا كل مجلس بسمنا انعقدت ايامه تتمنى الملائك كلها خدامة وتنزل حملة عرش الله لطامة ملك تلقاه يلطم لازم الثاني ملك تلقاه يلطم لازم يا خدمنا بكل عزية ما نخليهم خدمنا بكل عزية ما نخليهم أنا وأم البنين نمر ترى بهم واحد واحد نسجل أساميهم واحد واحد ميهم شلون ننسى شلون ننسى
لذي ما لحظة إنساني شلون أنسى لذي ما لحظة بيت الختام خدمنا قبل قيامة نوقف بصفهم خدمنا قبل قيامة نوقف نصفهم ومن لطم الصدور هنا ياكن عرفهم حدر عن صراط اللي يلزم بكفهم حدر عن صراط اللي يلزم بكفهم ولي يقع الزم من الجحيماني ولي يقع ارفع من الجحيماني وابد والله يا زهراء ما ننسى حسين وابد والله أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا مجورين إن شاء الله موفقين لكل خير. أنا من أول ليلة والخدام يطلبون مقطع من قصيدة فارقوني إن شاء الله أبيات قليلة وأسألكم الدعاء. كانوي بوسط العيون سفرهم هم يجون لا نسونا لا نسونا لا نسونا هاي دمعي صب عليهم آية دمعي صب عليهم القاسمتهم فرحتي الشاركاني بسمتي يبعد الهم لما نشتم عطرديهم عطردي روحي مشتاقة روحي مشتاقة وتحن وتارس عيون الحزين بيد شمعة بقلب دمعة تواسبيهم لما ألقى مثلهم وين ما أمشي لما ضيعتهم ضيعت كل شي لما ضيعتهم ضيعت كل شي لما يصير الغروب افتقدهم افتقدهم افتقدهم
شمعة سنيني تذوب من بعدهم من بعدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مولانا يا صاحب الزمان، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى، يا الله في هذه صاحب الزمان وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا يا الله، وغيبة ولينا يا الله. عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأشياعه والمستشهدين بين يديه يا الله. طالبي الحوائج، من أوصاني وأوصاكم بالدعاء، إلهي بالمضطر تحت حوافر الخيول يا الله، إلهي بدمعة مولاتي زينب على فقد أخي الحسين يا الله، من أوصاني وأوصاكم بالدعاء أقضي حوائجهم يا الله، شافي مرضاهم يا الله، ارحم موتاهم يا الله، طالبي الذرية ارزقهم الذرية الصالحة يا الله، تقبل هذا القليل منا بكرمك، لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا يا الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إلى أمواتكم أموات الحاضرين والسامعين جميعا، خدمة الحسين عام المؤسسين الساعين الباذلين، نودي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.